أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان يفعل العادة السرية فهل يكون الزواج في حقه واجبا كالذي يخاف على نفسه من الزنا؟ هذا يدخل في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يفعل العادة السرية يدخل في الآية ويكون من العادين، لأن الله لم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين، والعادة السرية ليست زوجة ولا ملك يمين فهي حرام. نعم.